Ya gayyâsül müsteğîne eğisni bihâceti bihakkı hâteynil âyeteynil şerîfeteyni ve hâzihis sayfetül münîfeti ve bihakkı nebiyyike Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve ezvacuhu ve zürriyetuhu ve âli beytihi ve tabi'ine ilâ yevmiddin ve sallallahu alâ seyyidina Muhammedin ala alihi ve sahbihi ve sellim. Ya gayyâsül müsteğîne eğisni bihâceti bihakkı hâteynil âyeteynil şerîfeteyni ve hâzihis sayfetül münîfeti ve bihakkı نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته وآل بيته وطبيعين إلى يوم الدين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا غياث المستغين أغثني بحاجتي بحق هاتين الآيتين الشريفتين وهذه الصيفة المنيفة وبحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته وآل بيته وطبيعين إلى يوم الدين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا غياث المستغين أغثني بحاجتي بحق هاتين الآيتين الشريفتين وهذه الصيفة المنيفة وبحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته وآل بيته وطبيعين إلى يوم الدين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا غياث المستغين أغثني بحاجتي بحق هاتين الآيتين الشريفتين وهذه الصيفة المنيفة وبحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته وآل بيته وطبيعين إلى يوم الدين
صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا غياث المستغين اغثني بحاجتي بحق هاتين الآيتين الشريفتين وهذه الصيفة المنيفة وبحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته وآل بيته وطبيعين إلى يوم الدين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا غياث المستغين اغثني بحاجتي بحق هاتين الآيتين الشريفتين وهذه الصيفة المنيفة وبحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته وآل بيته وطبيعين إلى يوم الدين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا غياث المستغين اغثني بحاجتي بحق هاتين الآيتين الشريفتين وهذه الصيفة المنيفة وبحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته وآل بيته وطبيعين إلى يوم الدين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا غياث المستغين اغثني بحاجتي بحق هاتين الآيتين الشريفتين وهذه الصيفة المنيفة وبحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته وآل بيته وطبيعين إلى يوم الدين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا غياث المستغين اغثني بحاجتي بحق هاتين الآيتين الشريفتين وهذه الصيفة المنيفة وبحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأزواجه
وذريته وآل بيته وطبيعين إلى يوم الدين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا غياث المستغين أغثني بحاجتي بحق هاتين الآيتين الشريفتين وهذه الصيفة المنيفة وبحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته وآل بيته وطبيعين إلى يوم الدين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا غياث المستغين أغثني بحاجتي بحق هاتين الآيتين الشريفتين وهذه الصيفة المنيفة وبحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته وآل بيته وطبيعين إلى يوم الدين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا غياث المستغين أغثني بحاجتي بحق هاتين الآيتين الشريفتين وهذه الصيفة المنيفة وبحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته وآل بيته وطبيعين إلى يوم الدين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا غياث المستغين أغثني بحاجتي بحق هاتين الآيتين الشريفتين وهذه الصيفة المنيفة وبحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته وآل بيته وطبيعين إلى يوم الدين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا غياث المستغين أغثني بحاجتي بحق هاتين الآيتين الشريفتين وهذه الصيفة المنيفة وبحق
نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته وآل بيته وطبيعين إلى يوم الدين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا غياث المستغين أغثني بحاجتي بحق هاتين الآيتين الشريفتين وهذه الصيفة المنيفة وبحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته وآل بيته وطبيعين إلى يوم الدين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا غياث المستغين أغثني بحاجتي بحق هاتين الآيتين الشريفتين وهذه الصيفة المنيفة وبحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته وآل بيته وطبيعين إلى يوم الدين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا غياث المستغين أغثني بحاجتي بحق هاتين الآيتين الشريفتين وهذه الصيفة المنيفة وبحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته وآل بيته وطبيعين إلى يوم الدين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا غياث المستغين أغثني بحاجتي بحق هاتين الآيتين الشريفتين وهذه الصيفة المنيفة وبحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته وآل بيته وطبيعين إلى يوم الدين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا غياث المستغين أغثني بحاجتي بحق
الناطحتين الآيتين الشريفتين وهذه الصيفة المنيفة وبحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته وآل بيته وطبيعين إلى يوم الدين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا غياث المستغين أغثني بحاجتي بحق هاتين الآيتين الشريفتين وهذه الصيفة المنيفة وبحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته وآل بيته وطبيعين إلى يوم الدين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا غياث المستغين أغثني بحاجتي بحق هاتين الآيتين الشريفتين وهذه الصيفة المنيفة وبحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته وآل بيته وطبيعين إلى يوم الدين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا غياث المستغين أغثني بحاجتي بحق هاتين الآيتين الشريفتين وهذه الصيفة المنيفة وبحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته وآل بيته وطبيعين إلى يوم الدين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا غياث المستغين أغثني بحاجتي بحق هاتين الآيتين الشريفتين وهذه الصيفة المنيفة وبحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته وآل بيته وطبيعين إلى يوم الدين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله
وصحبه وسلم. يا غياث المستغين أغثني بحاجتي بحق هاتين الآيتين الشريفتين وهذه الصيفة المنيفة وبحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته وآل بيته وطبيعين إلى يوم الدين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا غياث المستغين أغثني بحاجتي بحق هاتين الآيتين الشريفتين وهذه الصيفة المنيفة وبحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته وآل بيته وطبيعين إلى يوم الدين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا غياث المستغين أغثني بحاجتي بحق هاتين الآيتين الشريفتين وهذه الصيفة المنيفة وبحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته وآل بيته وطبيعين إلى يوم الدين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا غياث المستغين أغثني بحاجتي بحق هاتين الآيتين الشريفتين وهذه الصيفة المنيفة وبحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته وآل بيته وطبيعين إلى يوم الدين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا غياث المستغين أغثني بحاجتي بحق هاتين الآيتين الشريفتين وهذه الصيفة المنيفة وبحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته وآل بيته وطبيعين إلى يوم الدين
الدين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا غياث المستغين أغثني بحاجتي بحق هاتين الآيتين الشريفتين وهذه الصيفة المنيفة وبحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته وآل بيته وطبيعين إلى يوم الدين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.